المهندس احمد نصر الله عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. طبعا دور تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في منتدى شباب العالم نسخه 2022 الحمد لله يعني دور كبير وبيزيد كل سنه او كل نسخه عن الثانيه. احنا مشاركين بوفد كبير كله اعضاء مؤهلين وعلى درجه عاليه من الكفاءه والوعي بالموضوعات اللي بيتم مناقشتها في المنتدى، وكان لينا دور مهم في عدد من الورش اللي تمت بالأمس في أول أيام العمل للورش التحضيرية. اشتركنا في ورشة الجيل زد أو جينيريشن زي، ودي بتتكلم عن مواليد أو الجينيريشن زي المقصود به الناس اللي بتبقى مواليد من 95 تقريبا وحتى 2010 اللي كبروا وتشكل وعيهم في ظل ثورة التكنولوجيا الحديثة وثورة تعلم الاتصالات واعتماد العالم على المنصات الرقمية بشكل كبير ومواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هذه الفئة العمرية إلى حد كبير انعزلت عن العالم داخل فقاعة من الفضاء الإلكتروني الخاص بها، وبالتالي ابتدت تواجه أو تعاني من بعض الآثار السلبية على النفسية زي الانعزال عن العالم والشعور بالوحدة أو الاكتئاب. وكان لنا توصيات كبيرة في هذا الموضوع، والحمد لله التنسيقية لما بتتكلم على موضوع زي ده فبتطلق توصيات تصلح ان هي تكون او تؤدي لحراك عالمي، لانه ده مش موجود عندنا. الآفة دي مش موجودة عندنا هنا في مصر بس، دي موجودة عند الشباب اللي في الفئة العمرية دي في العالم كله. فتقدمنا بتوصيات من ضمنها ادراج بند الصحة النفسية ضمن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، وبند آخر بالاهتمام أو مراعاة الصحة النفسية للطلاب في المدارس والجامعات، وبند آخر زي فتح آفاق جديدة في ملفات التوظيف عن بعد أو موضوع التوظيف عن بعد. حضرتك عارف أن في ظل الجائحة أصبحت هذه الفئة العمرية بتعاني من مشكلة بطالة، في ظل كمان توجه لعدد كبير من المؤسسات والشركات الكبرى للتوظيف عن بعد. فتقدمنا بتوصية خاصة بزيادة برنامج أو إطلاق برامج للتوظيف عن بعد مع وضع محفزات زي التدريب والتطوير وصقل المهارات. تقدمنا كمان بتوصية خاصة بزيادة الاستثمارات في الإيجابية في المنصات الرقمية بحيث تؤدي إلى مشاركة فعالة من الجيل ده مش بس على المنصات الرقمية ولكن على أرض الواقع. كمان كان لنا مشاركة فعالة في الورشة الخاصة بحياة كريمة، وطبعا أنا واحد من الناس اللي بقول إنه فكرة إطلاق مشروع عظيم وتنموي كبير تجاوز قيمته 700 مليار جنيه زي حياة كريمة، ده مش مجرد رفع للمستوى المعيشي ولكن ده هو أول خطوات محاربة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، لأنه نحن نؤمن إن الإرهاب يبدأ فكرة قبل أن يكون رصاصة.